السلام عليكم يا جدعان. يا جدعان يا جدعان، نتجمع هنا، عايز اكلمكم في موضوع مهم. يا جدعان مفيش ولا متابع. الفلوارزو يا جدعان، الفلوارزو بتوعي فين؟ قد انا ما عملتش لايف اصلا. لايف. السلام عليكم يا جدعان، اهلي وحبايبي وناسي ومنطقتي وجيراني وعم سعيد عشان ما يزعلش، وعم محمد واخواتي كلهم اللي بتشرف فيهم، والفلارزو فلارزو حبايبي كلهم. انا زماره زي ما تعودتوا عليا ان انا بطلع اقول الحقيقه واتكلم في موضوع تخصنا وتخصكم كلكم. اولا النهارده حابب افتح موضوعين. الموضوع الاولاني يا ريت ما نتكلمش فيه عشان انا ما بحبش اجرح في حد. انما بالنسبه للموضوع التاني لو انا فتحت فيه هبقى بتكلم في الموضوع الاولاني، وهننقش في القديم ونجيب القديم، يبقى بلاش نتكلم في الموضوعين يا جدعان. عشان كده انا شايف ان احنا نطلع لايف بكره اكون انا برضو حضرت حاجه اقولها، لان انا برضو ايه، انتوا عارفيني بتكلم على صديقتي. لكن انا هتكلم في الموضوعين لان انا واضح معاكم من الاول، واخوكم زماره عمره ما خدعكم. اولا بالنسبه للفتره الاخيره، الاشاعات اللي ظهرت ما بيني وما بين سعيد خنفسة، انا ما بحبش اغلط في حد وما بحبش اقلل من قيمه حد، عشان سعيد خنفسة ده حرامي. ايوه حرامي يا سعيد خنفسة. رانيا انا مصدقك يا زماره، حبيبتي رانيا. شوف يا سعيد خنفسة، انت سرق كل حاجاتي وقاعد تنتشر بقى في السوق وتعمل فيها ان انت سيطره وانت اللي هنا وهناك. لا يا سعيد يا حرامي، سرق كل الحاجات. الجزمه بتاعت عم محمد سرقها من قدام الجامع، والجاكيت الافان سرقه برضه من قدام الجامع. انت بتسرق كل سرقاتك قدام الجامع، ولو ركزنا كلنا في لبس سعيد خنفسة هنلاقيه من لبسنا احنا ومن مالنا احنا. ده بالنسبه